عندنا موضوع جدا مهم واني كلش متحمسه لهذا الموضوع، كنت منتظره فارغ الصبر حتى بس نتناول هذا الموضوع بوحده من حلقات، او انه حلقات اللي تخص فقره ليش اذب القلب. لا وتدري حتى اليوم اذا تناقشنا بها قبل ما ندخل بها، حتى اذا نتناقش بها يوميا ابدا ما اعتقد راح نخلص او راح نوصل لنتيجه اطلاقا. فاليوم الموضوع جدا انساني، انساني بحت. كنا نعرف جائحة كورونا أثرت على الوضع الاقتصادي بكل البلدان بدون أي استثناء، فكيف إذا كان بلد عندنا معاناة من قبل جائحة كورونا ودنعاني من الوضع الاقتصادي المتردي، جت جائحة كورونا النوب أثرت أكثر. أكو الأشخاص اللي هم أصلا معتمدين بقوتهم اليومي يعني على أجور يومية بسيطة، ممكن تطلع 5000 10000 وممكن حتى 5000 ما يطلعها. فاليوم حتى تعرفون رباط الكلام راح نتحدث عن تزايد أسعار الإيجارات بالوقت الحالي. أكو استغلال دا يصير مو طبيعي من قبل المؤجرين. ممكن المؤجرين، شوف أنا بدون مقدمات فورا راح أدخل بالموضوع، ممكن المؤجر هنا يقول أنه أنا معتمد على هذا الإيجار بعيشتي، يا عيني أنا وياك أنت لا تلغي الإيجار، إنما قلل من عنده، قل له يا بهل تقدر عليه. بالأخص أكو كنا نعرف بالعراق عندنا عاطلين عن العمل كلش هواية، ما عندنا الموظفين قلل، عاطلين أكثر من الموظفين والعاملين، فأصحاب الأجور اليومية هم اللي متضررين بهذا الموضوع. ممكن إذا يطلع له باليوم 5000 أو 10300، كنا نعرف خلي نحكي تحديدا بغداد توصل بها الإيجارات 400، هاي إذا تريد منطقة راقية ومرتبة، هاي أقل شيء طبعا 400000، يعني 800 وفوق هاي قلت أقل شيء إذا تريد منطقة مرتبة. فهنا المسكين يلي أصلا هو باليوم يطلع 5000 يعني شهريته أكثر حتى من 300000، فالله يساعد هذه الفئة. هذه الفئة انت حسنا انت متحمسة عن الموضوع يعني كلش. صحيح، ولانه فعلا الموضوع يعني يستحق ويمس هواية شرائح من المجتمع، يمكن حتى اذا ناس من عرفهم من اقاربنا او من اقاربك او من اصدقائنا. وصلت لي مناشدة من شخص قاعد بايجار وظروفه اللي ضررت بسبب جائحة كورونا وكليتنا تضررنا بهذا الوباء اللي صار، وماكو اي جهه معنيه من الجهات الموجوده اليوم اللي هم وزارات خدميه تخدم المواطن العراقي وجدت الحل المناسب لموضوع الايجارات. المناشده اللي وصلتني: السلام عليكم، انا واقع بمازق كبير وتدرون صار فتره وضع كورونا تاذيت بها كلش هوايه، واني ساكن بايجار كل اللي عندي خلص وصار شهرين ابيعه بالغراض اللي عندي والالات اللي اشتغل بيهن، وقمت ابيعه بغراض البيت حتى ما أداين ولا أخذ من أحد. هسه بعد وصلت حدها مطلوب إيجار شهر وهذا، وبعد أسبوع راح يجي الشهر الثاني وماكل تبن، وعندي بس 100000 والله شاهد، وإيجارنا 350000، وأنت تعرف وضعي وكل السبل جربتها ووصلت لطريق مسدود، وباكر لازم أرجع خبر لو أنطي لو أطلع من البيت. الله. هذا هو، هذه المناشدة اللي وصلتني دشوفوها، والولد مخال مضلل على اسمه، وحبيت انه يكون وياي اليوم وحبيت انه اخذ فونه حتى نسمع مناشدته اكثر. لكن الولد عازة علي نفسه حقا، الرجل بايع كل غراض بيته وبايع كل الالات اللي يشتغل بيها وباقي بطرق ال 100000 دينار هو وعائلته، وابو الايجار يقول له اذا ما تدفع الايجار باكر تطلع من البيت. هذه شغله. الشغله الثانيه اللي هسه الموديل الجديد الحلو انه حتى الايجارات صارت ربا، انه يجي المستاجر يحكي ويا المؤجر والمستاجر يقول له تدفع الايجار واذا ما دفعت راح ازيد على الايجار 100000. والدليل على كلامي انه الايجارات اليوم صارت ربا. صح. خلينا ناخذ هذا الاتصال اللي راح يشرح لنا هذا الموضوع واللي يعاني من موضوع الايجار. عادل من بغداد، صباح الخير عادل. الو، صباح الخير عادل. صباح الورد عيون، شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. عادل اليوم بدنا نحكي عن موضوع، الله يخليك، بدنا نحكي عن موضوع الايجارات. واعتقد انه انت واحد من المتضررين بهذا الموضوع، فخليني اسمع مناشدتك. نعم، هذا الموضوع ابد ما له حل يعني. نعم. يعني ما اعرف شلون ينحل هذا الموضوع، تدري احنا اجور يوميه نطلع. يعني كسبه مثل ما يقولون. نعم. يوم نشتغل نعيش، يوم نشتغل ما نقدر نعيش. تمام. بالاضافة الى هاي تدري حظر وهاي الوضعية الصايرة. نعم. عموما العالم كله. نعم. فالعيشة صعبة، وفوق هذا الإيجار قام يزيد، أنا قاعد ببيت 50 متر. 50 متر. نعم، والبناء عمودي و50 متر. البناء عمودي، فإيجار 550 بالشهر. نعم. زين. فهسه قال ممكن تطلع هذا الشهر
يا ليش قاعد يزيد الإيجار؟ 650 متر، يعني شلون يحسبوا على الكاشي؟ ما أعرف شلون يحسبوا الأسعار، والله أتخبط. تمام. زين عادل سؤال، بما انه انت نعم. تقول انه اني شخص عملي، يعني خلينا نقول كاسب، اوكي؟ زين باليوم ايش قد تريد تطلع؟ انت تقول يوم اطلع الفلس، يوم ما اقدر اطلع الفلس، زين ايش قد تريد تطلع مثلا باليوم؟ ايش قد توصل؟ اكثر شيء 25 مليون، بس صار كم شهر احنا قاعدين بلا شغل. صحيح. زين حاضر. وهذا الموضوع 550 من وين تجيبها؟ وضابط الكمامات والاجهزه. صح 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 صح. صحيح. مصرفك اكلك وشربك، زين 550 شلون تدبرها؟ شلون وين راح تروح؟ يعني انا اسمع الحسره، انا اسمع، انا اسمع الحسره، اسمع الحسره بصوتك، اسمع الحسره. اشتغلت ما اشتغلت، ايش يسلبك؟ صوت ما اشتغلت، انت خاي يومي اجوا المخده بال 20,000 دينار. طيب شنو مريض. شنو الحوار اللي دار بينك وبين المؤجر؟ مطلوب من عندك 20,000 دينار، مطلوب من عندك، اضافه الى مولد، اضافه الى عندك اطفال، ادويه، ما ايش، فطار، هذا كله مصروف. طيب عادل، عادل انت من حكيت ويا ابو الايجار، شنو كانت رده فعله؟ يقول انا ما قاعد ايجار، انا مأجر بيتي يعني صغير، اجرت بيتي اكبر من عنده فاخذ منه واضيف على هذا اكثر. ولدي زيد الايجار عليك، لو تدفع لو تطلع. اي هسه 650. اريده يصير 650 50 متر وبناء عمودي، يعني على شنو ده يقيسه 650 الف؟ زين هسه انت وين راح تروح؟ شلون؟ شلون راح تدبر وضعك؟ شنو الخطوه اللي راح تسويها من تطلع من البيت؟ راح ما اعرف، انا ماجر 50 متر، بعد جبت اجر 30 متر وياك اني، بس هسه ببالك شنو تسوي؟ والله حقك، يعني شر البليتي ما يضحك، همي بكي وهمي ضحك، يعني شنو بدي اجر؟ يقعد بكرفان يعني وين؟ اجر الكامي يعني حتى لو راح تنصب خيمه وتقعد راح يجون عليك يقول لك انطينا فلوس هاي الخيمه. لا حلو، رغم الظلم اللي بيده يضحك، الله ان شاء الله يا ربي يسعدك. والله حبك. صح صح، شو تسوي؟ شو بيدك يا ربي؟ ف ان الله ماكو غير الله ونعمه بالله، الله يوفقك ويرزقك يا رب وان شاء الله. شكرا. تلقى اول يعني تلقى حل مناسب، هذه اول حاله ويانا اللي شفناها من عادل اللي اليوم فعلا تنقل الواقع المأساوي بالعراق، واللي اليوم وضعنا يعني وصلنا للأسف لموضوع الربا. يعني معقولة احنا اليوم نريد بس اكو رحمة من رب العالمين تنزل علينا ويخلصنا من هذا الوباء؟ المفروض تكون اكو إنسانية بداخلنا، مساومة. يعني اليوم صارت مساومة، مساومة صار الموضوع. بدي اسمع منك ليش حتى ننطي ارقام تليفوناتنا. طبعا يعني فعلا الموضوع يعني جدا ما يتطلب انه احد يسكت، الموضوع جدا صح صعب. صح. واحنا قلنا جزء لا يتجزا من كل اللي يصير اليوم. ففقرتنا ليش وموضوعنا اكيد راح نسمعها من حسناء. ليش هو عن اسعار الايجارات اللي تتزايد يوم بعد يوم بظل جائحه كورونا والازمه الاقتصاديه اللي يعاني منها اغلب المواطنين، فارقامنا ظاهره في اسفل الشاشه، نتمنى تتصلون بنا حتى مو فقط احنا اللي نتحدث بهذا الموضوع ونحكي عن صح. معاناه المواطن العراقي، نريد انتم تكونون شاهد على كلامنا وايضا تنقلون معاناتكم وتجربتكم ويا اصحاب الملك اللي اليوم للاسف البعض مو الكل يلي دي يستغلون هذا الموضوع، البعض بيهم والله العظيم، واني شاهده على بعض الحالات بانه صاحب الملك يا اما يقلل من الايجار يا اما شهر من يا اما شهر من الاشهر يقول يابا هاي دفعت بلا ما اريدها، فاكو ناس خيره ما ننسى وما ننكر هذا الشيء، لكن اكو البعض الاخر لا. احنا بس لو نخلي انه ببالنا شغله واحده، انه الملك لله وحده. بالضبط ونعم بالله. ويانا احمد من دياله، صباح الخير ابو شهاب. شلونك احمد؟ الله يخليك، شلونك اخوي؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك ويطول لي عمرك. الله يسلمك يا رب ويحفظكم ويديم هالقناه الكريمه ان شاء الله للجميع يا رب ان شاء الله. حمودي اليوم بدنا نحكي عن الايجارات، وبدنا نحكي عن موضوع ابو الايجار والمستاجر وشلون يصعدون الاسعار بالايجار، وده تصير مقايضه على الموضوع، واللي ما عنده شيل شويلاتك واطلع. استاذ احنا استاذ عين استاذ احنا موضوعنا موضوع احنا شهداء والجرحى، احنا قاعدين طحين من اجل البلد ودفعنا دماء وانطينا عزمه في انفسنا وفرونا مساله السكن. يعني رواتبنا فقط الاجار والسلف، يا دوب نسحب لنا سلفه كنا العلاج نقعد نسد الاجار مال المقدم. صح يا اخي والله ناشد بناشد خلق قناتكم دوله رئيس الوزراء وصل كاظمي ودي تفاعل ودي استاذ عياد محمود هادي نعم وزير وزير الماليه لتخصيص اموال للزعفاء والشهداء والجرحى للغربي، يبغى لهم يبغى لهم بيت يبغى لهم ولا طاوله، ليش تنشد؟ ليش الجرافه؟ انت قاعد انت قاعد ايجار؟
قاعدين ايجار يعني بينه والله جزعنا ايش قد ايجارك؟ احمد ايش قد ايجارك؟ نعم ايش قد ايجارك؟ ايجار 450 اللي وانا غاده 850 يعني النص بالضبط وقاعد تقدر انه توفر احتياجاتك وتوفر الايجار والله انا ورجال معوض ترى رجال معوض وانا اقدر هذا رجال معوض بعد علاجي شهريا 250 اذا فيها رقم والمتبقي من الراتب 450 بس ويضيف هو عليه ويضيف عليه اكيد راح يضيف عليه الله يكون بعونه ان شاء الله رسالتك وصلت وللجهه المعنيه اريد من خلال قناتكم من خلال قناتكم استاذ العزيز تفضل بس الصوت نحن كشهداء والجرح ذوي شهداء والجرحى وزاره الداخليه دفاع حزن نطالب رئيس الوزراء وزير الماليه وزير التقاعد بالنظر لتخفيض الفقره هي المخافه الناس الخدمه والبدل النقدي اللي كفلها الدستور والقانون شرحها القانون 57 صحيح يعني ليش هم يعني يسكتوا حذر على ورق ماكو تصريح ماكو يعني التفات نظر على ذوي الشهداء والجرحى ليش هذول ما ضحوا ليش ما انجرحى وليش ما دفعوا دمهم الاجر على البلد صحيح ملينا والله بالذوي الشهداء كنا ملينا والله مو بس انتو وان شاء الله رسالتك وصلت للجهة المعنية وشكرا لاتصالك يا احمد يعني عادة احنا نتحدث عن مواضيع يعني تخص الوزارات والدوائر السلبيات لكن اليوم السلبيات تجي من المواطن نفسه اذا عندنا اتصال من عباس صباح الخير يا عباس وعليكم السلام والرحمة اهلا وسهلا صباحكم خير وعافية صباح الانوار والسعادة اهلا وسهلا عباس حتى نداهم الوقت نعم احنا حتى نشتغل الوقت احنا ما نظلم كل الناس اللي واني ذكرت هذا الشيء البعض اكو ناس والله العظيم احنا يمنا اسر قضاء المحمودية اكو ذبوا ايجارات هواي ايجارات محلات ايجارات بيوت بيهم ذب نص بيهم كلهم ذبين واكو لا عكس هذا يقول لك والله انا عايش على ذني ما اقدر انا عايش عليهن احنا مقدرين هذا الشيء بس هل يستحق انه نعم يزيد الايجار ولكن ليش العمل والشؤون الاجتماعية خلوا أهل الرعاية واللي من ضمنهم آني قدمنا على أراضي ولحد الآن كل شيء ماكو كل واحد 5000 دينار أنطينا للإنترنت وقدمنا على أراضي ولحد الآن ماكو الرعاية الاجتماعية شبكة الحماية الاجتماعية على أساس كانوا مشمولين بأراضي وصار لنا 8 أشهر 9 أشهر ما قدمنا ليش ما طلعت لحد الآن؟ زين راجعتوا ما عرفتوا شنو السبب التأخير؟ لا هم قالوا راجعنا وقالوا تطلع أسماءكم وتندد بالمجالس البلدية أو عباس يعني هذا موضوع آخر خلي نرجع نعم نرجع موضوع آخر لكن يحد من أزمة السكن لولا أوكي زين احكي لنا عن الإيجارات يمكم ايش قد توصل؟ والله الإيجارات يمنا أنا مثل ما قلت لكم إيجارات يمنا احنا مو حيل غالي يعني 200-250 ولكن اكو وين أزفوا الإيجارات واكو عكس هذا لا يقول لك أنا عايش على احنا يعني قاصدين الفئة يلي دا يستغلون يلي دا يسامون الناس خاصة بهذه الفترة وبظل الوضع الاقتصادي السيء والله أنا واحد من الناس ابني مأجر زين. قريب علي مأجر وراع له بالايجار قبل نص الايجار الرجل صار فتره يذب له نص الايجار الله يبارك نص الايجار يذب لي احنا ذكرنا يعني اكو هواي ناس خيره واكو عكس هذا يقول يدخلي بس على هذا اكو جشع ايضا موجود الجشع وموجود أكيد كل ماده اكيد طبعا اكيد شكرا لاتصالك يا عباس وعلى الاطراء اللي ادليت به يعني احنا هذا اللي سمح لنا بالوقت المشكلة انه وقت فقراتنا اكيد لانه لود على الاتصالات صح. ايضا لانه كلها تريد توصل رسالتها والكل عايشين هذه المعاناة والمأساة واحنا اكيد لو خليت قلبت اكيد صح. اكو ناس مثل ما قالت حسناء والمتصل انه اكو ناس اكو رحمة بقلبهم يخافون عندهم مخافة الله صحيح. وبالتالي يعني اكو ناس معتمدين على القوت اليومي معتمدين على تقاعدهم ممكن او على راتب معين ما يقدر يوفر كل سبل العيشه اللي هو نعيشها اليوم لانه احنا اولا ازمه اقتصاديه وجائحه كورونا يعني قلبت الامور كلها راسا على عقب واحنا للاساس دنعاني للاساس عندنا معاناه بالضبط لي الشغل يوم 3 ايام 10 ايام قاعد فهلا يا اصحاب بالمواطن العراقي يا ناس بالضبط الملك لله بالاول والتالي خلي تكون اكو رافه ورحمه وانسانيه بداخلنا فيما بين بعضنا خلي شويه نشوف الضيم والمعاناه اللي نشوفها من الدوائر الخدميه من الوزارات وغيره خلي احنا بيناتنا نساعد ونتعاون خاصه يا ريت بس هاي الفتره الرحمه حلوه والملك لله وحده صح. اليوم موجودين باكر ما موجودين فالحلو بالموضوع انه الانسان يسوي عمل زين بحياته حتى ينذكر بالخير اذا مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم لختام فقره ليش لهذا اليوم نروح فاصل وبعدها نتواصل وياكم بفقرات يوم جديد.
إذا مشاهدينا الكرام باقين متواصلين ياكم بفقراتنا الصباحية. إذا مباشرة ننتقل ياكم لفقرتنا التالية وهي الفقرة جدا مهمة وصحية بنفس الوقت وتساعد على اللياقة البدنية تفيدني يعني. إذا الرياضة الصباحية مع مريان نشاهد معا. صباح الخير لكل مشاهدي قناة الرشيد. اليوم مشاهدينا التمارين اللي رح نقوم فيها هي تمارين للخصر. مثل ما بتعرفوا معظم النساء والرجال بيعانوا من دهون عنيدة بتتراكم على منطقة الخصر. شو هي التمارين اللي لازم تقوموا فيها؟ رح نفرجيكم اياها. قبل ما ابدا بالتمارين بدي اوجه تحية لصاحب مجمع نادي التشامس بلبنان لصاحبها فادي الخطيب اللي هو رمز لكرة السلة.